هي ربما أسوأ أيام الصحفيين والمدونين في لبنان، بل حتما إنها الأسوأ، أقله في السنوات القليلة الأخيرة. فالرقيب الواحد أصبح 10، هو تارة سياسي وتارة أخرى أمني أو ديني أو قضائي، لا فرق، فالهدف واحد، كم الأفواه. لكن هناك في غرف التحقيق المغلقة، حين يواجه الصحفي المحقق وجها لوجه، ماذا يجري؟ وكيف يحاول المحققون ترهيب الصحفيين خلف قناع من التهذيب واللطف؟ الدخلة على مركز الأمن كان في أنه أول شيء نطروني شوي، بعدين يجي عيط لي العسكري، أنت تعا، أنا شو أنت تعا، طول بالك يعني ما منا قضية مخدرات، يعني ما عامل شيء هالقد ضخم. كان في طلب من المدعي العام أنه أنا وقع على تعهد بعدم تعرض للوزير. أنا رفضت أمري هذا التعهد لأنه اعتبرت أنه تعهد بعدم تعرض للوزير قد يشمل أنه أنا ما فيني أحكي معك هلأ مثلا، ما فيني أحكي عن الموضوع بالمرة. أنت كنت ضمن حملة معينة على الرئيس السنيورة، أنت يعني حكي أنه من جاي ضمن الورقة المقدمة بتكون من المدعي. يجمع كل المتهمين أن التحقيق يبقى ألطف مراحل الاستدعاء، فما يسبق وما يلي هو الكارثة الحقيقية، بل هو الإهانة الحقيقية للصحفي ولحريات التعبير. أتى يصدر حكم ويقول لك أنه أنت التزمت بكل المعايير المهنية، بنفس الوقت هو ذاته الحكم بيقول لك أنه أنت مدانة، بالتالي عم بيقول لك أنه أنت يعني ممنوع تحكي عن الشخص الفلاني. أنه يا بتجي لعنا بإجرك يا أنا بعت لك حدا بزلك. صار في تسريب لمضمون التحقيق للتشويه بسمعتي. كل شيء بات مباحا، حتى أن رشا الأمين تحدثت أنها وضعت أثناء التحقيق معها قرب زنزانة فيها رجل يعذب على سبيل الضغط النفسي عليها للاعتراف. سياسة كم الأفواه لم تعد مجدية، فحرية التعبير آخر ما تبقى لنا، فاتركونا بسلام. لا يلحد نخلة، LBCI.